أهلا وسهلا بكم مجددا أحبتي طلاب الصف الثامن. في هذا المقطع سوف أوضح لكم المادة التي سوف نتناولها بداية الأسبوع المقرر. نتمنى لكم كل الخير خلال الأسبوع. أحبتي طلبة الصف الثامن، في هذا الأسبوع من مادة اللغة العربية، وبعد التعرف والتعمق في مفهوم الإعلام، والتعرف إلى أهداف وسائل الإعلام، وكذلك المقابلة الصحفية ومراحل إجراء الحديث الصحفي، لابد أن نتعرف إلى كيفية كتابة التقرير الصحفي. ولابد أن يعرف الطالب أن التقرير الصحفي هو فن من الفنون الكتابية، الذي يتضمن الخبر والتحقيق الصحفي، ويعرض التقرير الصحفي معلومات حول واقعة وخبر ما، ويشرح تفاصيل هذا الخبر بطريقة حيوية وملفتة، حيث لا يجب أن تكون لغة الكتابة جامدة، وإنما يمكن للكاتب أن يعطي رأيه في الموضوع، كما ويتضمن التقرير آراء لأشخاص آخرين فيما يخص القضية التي يطرحها التقرير. بينما يجب أن يعرف كذلك الطالب أن التقرير الصحفي يهتم بوصف أحداث الخبر الواقعة بتفاصيلها المملة، ويطرحها كنوع من القضايا الاجتماعية أو الاقتصادية حسب ما يمكن تصنيفه. ولو قارنا بين الخبر الصحفي والتقرير الصحفي، نجد أن الفرق بينهما كبير جداً، حيث أن التقرير بإمكان الكاتب أن يعطي رأيه في الموضوع، أما الخبر فهو يلتزم بالحيادية ولا ينقل الواقع سوى كما يراها فقط. بينما التقارير الصحفية لها أنواع كثيرة، منها الإخباري والكاتب المفسر، ومنها كذلك المتعلق بالتفاصيل والأمثلة للخبر الصحفي المجرد. ولا بد أن يعرف الطالب الفرق بين المقال والتقرير، فعند كتابة التقرير الصحفي لابد من الالتزام بالمعايير الأساسية لكتابته، حيث يقوم التقرير على ثلاثة أساسات، ألا وهي المقدمة، عرض الموضوع، والخاتمة. والمقدمة ما هي إلا تمهيد للموضوع الذي سيتم الحديث عنه في التقرير، ويجب أن تكون المقدمة جاذبة للقارئ، تدفعه للاستمرار بالقراءة لمعرفة الموضوع. أما الموضوع فهو المحور الأساسي في التقرير، ويضم كل المعلومات المتعلقة بالواقع التي يتناولها التقرير. هذا بالإضافة إلى أن الطالب سوف يميز هنا متأثراً بواحدة من المقالات التي قرأ، سوف يميز ويكتب مقالاً خاصاً به يناقش قضية مجتمعية. وهكذا أحبتي الطلبة، نكون قد انتهينا من الأسبوع الأول في الوحدة الأولى. أسبوعاً سعيداً وموفقاً جداً أتمناه لكم. ادرسوا جيداً، حضروا أنفسكم بكل معنوية عالية. إلى اللقاء.